اهلا بيكم في حلقه جديده من هندسه مدنيه. ايه هي مضخات الخرسانه الجافه؟ ستيشنري كونكريت بامبس. وايه هي استخداماتها واهم مميزاتها؟ هي مضخات خرسانيه ثابته في الموقع غير متحركه ذات انابيب حديد واللي بيتم تركيبها مع بعض، وده للوصول للجزء المراد صب الخرسانة عنده، وبيتم زيادتها في حالة الارتفاعات العالية. أما المضخة فبتبقى في أسفل المبنى، بتستخدم في المباني الشاهقة وفي مصانع الخرسانة البريكاست، وكمان في التطبيقات الخاصة وفي الأنفاق وأخيرا في الأماكن الثابتة. مميزات مضخات الخرسانة الجاهزة: بتنقل الخرسانة لمسافات كبيرة واللي بتصل ل 3 كيلو متر، ونقل الخرسانة لارتفاعات كبيرة جدا. كمان بتتميز بسهولة الاستخدام، قدرة الضغط عالية جدا فيها، واخيرا انها ذات انتاجية عالية. كان معاكم المهندس جورج هاملتون من هندسة مدنية وبس. اتمنى ان الفيديو يكون فاتكم ونال اعجابكم.